بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بداية دخولنا داخل هذا الكهف، إن شاء الله نوفيكم كل ما هو جديد من الداخل، لنلاحظ مدخل الكهف، بقايا فضلات السباع، كهف جميل من الداخل، ما شاء الله تبارك الرحمن. الكهف واضح انه انقسم الى قسمين، هذه بقايا العظام، حاول ان يكون التصوير واضح داخل هذا المكان. ريحة الخفيش، هذه عظام بعد، نتوكل على الله من هنا. اوه شوف العظام، بسم الله. لا يعني نرجع بس خلنا. طيب خلنا نطلع نحن. شوف قرنا الضبع جمجمة شيء، معي شربات ترى. هذا حق الغزال، استمرار الكهف، في بعض الخفافيش من الداخل، كان فيه سر هنا يستخدمونه. تعالوا شوفوا يا شباب، كانوا في السابق يولعون النار هنا، شايفين؟ شايفهم بك آثار العصور السابقة، هذا دليل يشعلون النار هنا بالعيدان، باقي الرماد يدخلون داخل الكهف، هنا يشبون، واضح واضح هم كانوا يتدفون فيه عن البرد ويصلون الى المكان هذا، وكنت جلستهم هنا، او انهم كانوا علشان يدخلون، علشان موجود الماء في السابق بالمحلات اللي مثل هذه الكم. شايف هذا، دخلنا الان على مكان في بقايا من العظام، هذه فضلات، هذا هذه هذا عظم، هذا عظم لا اسحب القفاز عشان في قفازات ورا، كان في جماجم انا شايفهن، اول بس نبغى تركيز بالله على هذه، لا لا في في مستحيل المحلات اللي مثل هذه انها تخلى من الجماجم، هذه شايف هذه بقية جمجمة، بلا اسحب قفاز وطلعها بيدك، فيه قفازات وراء، البس، شوف حوضة حقت حصان أظن، لا تطلع عظام خذ يمين عنها، حدوة، وين حدوة؟ شوف واحدة هنا واحدة هناك، رجع رجع، خليها هذه الجمجمة، خليها البس بس القفاز،
خلاص تفسته؟ البس يلا بسرعة عشان التصوير نبدأ نستمر. هذا البصل يا خذ معك الفاز، شايف هذه جمجمة، هذه جمجمة بشرية؟ اي نعم، هذه حديدة والله. هذا ظرف حمار، وهذا حصان اللي بجانب. انا قصدي امير وخير موجود، ما دام الانسان موجود هنا يعني وش توقع؟ كلها ركزوا بس انا ما احنا فضلت السباع بشكل كبير، السباع كبير اي بشكل لا كبير، ما غير معتاد. كل ما تقدم كل ما يكون فيه، شايف كذا فيه انهيارات بالسقف هذا المكان. فيه انخفاض من هنا، انتبهوا انتبهوا من الزاوية هذه الرؤوس. انتبهوا يا شباب من هذا، هذا خطير على الرأس. ربنا يستر ان شاء الله، ما دامنا مع ابو خالد. الله يسلمك، لكن السلامة مكسب هنا. هذا ليش كان يحطون هنا حجار هذه زي كذا؟ وش السر؟ شايف؟ هذا 15 العظام، باقي العظام هنا. شوف اخذ بعض الصخور اللي ساقطه من السقف. بالله ركزوا ركزوا على ارضيته كيف. نبغى الاشياء الغريبه اللي غير معتاده نشاهدها على الطبيعه، مثل العظام. غير معروفة، شوف هذا الخفافيش، روح يا خفوش. شايفين كيف سقف الكهف هنا؟ شايف كيف سقف الكهف؟ شايف كيف الجمال اللي تشتيه؟ شوف هنا، تعال اوريك ابو عمو، تعال تعال تعال، شوف 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 الجماجم، تعال تعال شوف الجمجمة هنا. ايه هاي الجمجمة، هاي الجمجمة، هاي اي شايف؟ ها ها شايف؟ تعال، هذه احد الجماجم اللي داخل هذا الكهف. اتوقع جماجم كثيره. تعرفون عظمته العظام حق الانسان ولا ما تفي كله؟ والله ما عنده معنى، ما عنده معنى غير الجمجمه. طيب الاسنان، هذه اسنان ايش؟ هذه السنون ايش؟ وين؟ والله انا بس ما ادري اسنان. هذا هذه هي اسنان انسان. والله ما يجي فمه. لا هذا نيابه، ما يجي نيابه هالكبر. هذا حطي. طيب هذه تشوف فك الجمل كيف؟ بلا فك جمل؟ لا الجمل ما يجي اسنان الا فوق. ليه؟ قدام يجي الاسنان؟ ما يجي اسنان الجمل. تحت لا، هذا ما تحت. هذا تحت ما فوق. فك حمار؟ هذا فك الحصان. هذا فك الحمار اللي وراك، شوف. هذا جمل. يمكن هذا جمل. هذا حصان، حصان. الحمد لله.
صقع. هذا تو جاي من السبع. هذا من يمكن من الحديثات. دقيقة دقيقة بريك. شوف شو هذا. بريك خلا خلا هذا شوف شوف. دماغي. بلا شوف شوف. شوف شوف هنا شوف. ما شاء الله. هذا معتق ما شاء الله. شايف كيف التشكيلة؟ معتق رب العالمين. شايف العظام؟ ما في شيء لفت انتباهك هنا العظام هذا؟ والله كلها تلفت الانتباه. هذه جمجمة بعد. تعال شوف راس خرة. هذه بلا حرك. بلا لا ما هي. حجارة هذه. ليش حركها شوف. حجر من ها. بلا حرك الله يرحمه والديك. حجر الله يرحمه والديك. جمجمة تقول لي حجر. شيلها هناك بالله عشان. ما شاء الله عندك ما أعرفها ما شاء الله. شيلها شيلها. واضحة. ما شاء الله عليك أبو خالد. الله يسلمك. الله يسلمك. لا لحظة خلاص صورك بس من فوق أعطيك تصوير. هذا وش هذا فضلات إيش جديدة هذا؟ فضلات سبع سواء الضبع أو الذيب يمكن تحصلها الحين بس جاهزين للمداهمة؟ جاهزين ولا وراء حنا أوله لا يفترس كل ما يمديه يفترس خلاص في طلعنا. لا لا إن شاء الله ما في يفترس. شوف 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 الجمال شوف 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 رص هذا شوف 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 هنا شوف شوف التشكيلة سبحان الله العظيم أخي عبد الكريم جميل. سنت من السبع لشكلنا تشكيل مضبوط. ماني خايف أبو عمر وأنت موجود حتى ما شاء الله ما تستخدم الأسلحة ولا شيء تقول إنك تبغى تقاومه. انتبه منخفض من هنا بس انا حبيت اني اصور عشان التشكيل الجميل هذا. هذا بركز على السطح على السقف بس بركز على السقف اكثر من الارض من هنا. لا لا هذا ها جميل هذا جنوب طلع جنوب في غرب هذا ايش صقع انخفاض غير مسبوق. شوف السقف كيف لا لا تعرك عظام هنا. شوف علشان شوف المكان هذا كله موجود فيه. هذا ايش بالله ايش هذا بالله حرك هذا مكان مفصل. لا اكيد لا تحرك وجهك لا تحرك مفصل هذا مفصل مفصل جاوزه. خليني اقفل تطفيه واسوي المشكله جاوزه بشريه.